كده كمان هو معانا على الهاتف كابتن محمد مسلحي. كابتن محمد بنرحب بيك في 100 سنه اهلي النهارده، وتكريم بسيط لحضرتك يا كابتن محمد. ازيك يا كابتن حضرتك؟ الحمد لله، شرف كبير. اتوقع استاذن حضرتك تتحرك بالتليفون كده كابتن محمد لو سمحت، في مشكله في الشبكه. كويس، اتفضل يا كابتن حضرتك على الهواء. نحاول كده يا جماعه. المفاجأة دي بالنسبة لي يعني. اتفضل يا كابتن. أنت عامل لي مفاجأة طيبة جدا، وده النادي الأهلي، ومش غريب على النادي الأهلي إن هو يكرم ولاده حتى لو بخمس دقايق بس. الحمد لله أنا إنجازاتي مع النادي الأهلي كتير جدا، وده بفضل ربنا وبفضل النادي الأهلي طبعا، الحمد لله. سؤال معتاد في الفقرة دي، اتعلمت ايه مشوار كبير وحضرتك لاعب جوه الفريق ومن خلالها منتخب مصر حدث ولا حرج، كمان مدير فني داخل النادي الاهلي، مشوار كبير، عمر كبير داخل النادي الاهلي، قول لنا يا كابتن محمد اتعلمت ايه داخل النادي الاهلي؟ اهم حاجة في النادي الاهلي العزيمة والاصرار والالتزام الكامل بتعليم النادي الاهلي وتقاديره اللي اتعلمتها وانا عندي 15 سنة. دي كانت اهم حاجة. اكتسبت صفقات عديدة جدا جدا في النادي الاهلي، وسواء كان في جميع الالعاب يعني، دي انا بعتز بيها قوي قوي. انا ما لعبتش غير في النادي الاهلي، ممرنتش غير في النادي الاهلي، 32 سنه في النادي الاهلي، وكون النادي الاهلي برضه يكرمني وبماتش اعتزال كويس جدا، واشتغلت 10 سنين مدرب عام مع مدربين عظام جدا، وفي الاخر خالص المجلس دوت الباشمهندس محمود ظاهر اختاروني يعني كلهم ان انا ابقى اتحمل مسؤوليه الكره الطايره في النادي الاهلي. ده شرف كبير جدا ليا، وبحاول بقدر الامكان ان احنا في السنين ديت او السنه دي ان احنا نعتمد على اولاد النادي الاهلي، وهو ده اللي انا ان شاء الله بحاول اعمله، وربنا يسهل كده ونطلع شباب كده يحملوا اسم النادي الاهلي. كابتن محمد هستغل وجود حضرتك معايا وطعم البطوله وانت لاعب، وانت بتحقق بطوله وانت لاعب ولا وانت مدرب، انه الافضل عندك؟ والله دي تختلف عن دي. انا وانا لاعب الواحد برضه ما بقاش، لان وانا مدرب تبقى حاجه يعني انا متحمل مسؤوليه كامله في الملعب، بحس ان انا المسؤول المسؤوليه كبيره جدا عن الفرقه كلها، عن نظامها، عن تدريبها، عن تغذيتها، عن كل حاجه. لكن انا وانا لعيب بتحمل مسؤوليه نفسي بس. فعلا مختلفة تماما، لكن طعم البطولة الأفريقية الأخيرة اللي احنا خدناها والنادي الأهلي خدها كان طعمها حلو قوي قوي قوي، إن أنا فني واخد بطولة جامدة قوي زي دي. كابتن محمد يعني. كلمة أخيرة تقول يا كابتن، ودايما بنتشرف بحضرتك، واحد فعلا للأمانة اللي يعرفك، وأنا الحمد لله يعني ادعي ان انا قريب من حضرتك شويه، حاجه مشرفه على مستوى الاخلاقيات، حابب تقول ايه في الاخر؟ اتفضل يا كابتن. والله انا كل اللي اتمناه ان الناس تحافظ على النادي الاهلي، هو ده اللي انا اتمناه، وتحافظ على اسمه وعلى تاريخه، هو ده اللي انا اتمناه في الفتره بالذات اللي احنا فيها دي. ربنا يوفق الجميع خدمه النادي الاهلي ويفضل اسمه عالي دايما.